أنا المساعد محمود العطلة من مرتبات قسم باب سباع وهذه هي هويتي. كلفت بمهمة من الرائد يحيى سليمان والمساعد محمود زيدان بالتوجيه إلى التوزيع الإجباري حي الإنشاءات، وكانت بحوزتي بارودة كلاشينكوف ومسدس حربي لقمع المظاهرات السلمية، وقمنا بإطلاق النار على المظاهرات السلمية. وأنصح رجال الأمن والأسدية الشبيحة بعدم حمل السلاح، وأنا في مهمتي قام الجيش الحر بإلقاء القبض عليه، وكنت أتقاضى مبلغ 3000 ليرة بالإضافة إلى راتبي عن كل عملية.